لازم أسأل حضرتك عليه، هل الموالد ما زالت مسموح بها أم لا؟ قصة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية، لأنه أعتقد إن كان في يعني مولد سيدنا الحسين لو أنا مش مخطئة كان داخل المسجد بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية، كان في متابعة من الوزارة ومن المديرية ومن جميع القائمين على الدعوة في المديرية نفسها. كان في ازدحام رهيب برضو في الشارع طبعا، بس يعني الشارع بره، لكن جوه المسجد يا فندم كان فيه التزام بالضوابط الاحترازية، وكان كل التفتيش وكل المديريات وقادة الدعوة كلهم موجودين لتنظيم الحركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للتباعد والضوابط الاحترازية. بشكرك دكتور نوح العيسوي، رئيس إدارة مركزية بوزارة الأوقاف.